في ايه يا حبيبي؟ ابعد شويه كده، مش عارف اشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. اهو انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا ايه؟ شيل البتاع دي من بقك. هو التدخين هنا ممنوع؟ تخيل، سبحان الله. طب ما خلصنا يا دكتور. هو انت مش كشفت عليه ما لقيتش فيه حاجه؟ اه. طيب يا دكتور، يلا والنبي ابوس ايدك عشان وحياه امواتك، ده راجل زي اخويا برضه. حاضر يا زنك. والحرمه ليها ميت. ماشي، ممكن تبعد بقى عشان اشوف الحرمه اللي ليها ميت؟ ما تتفضل بقى. اتفضل. ابنك لسه عايش يا حاج؟ ايه؟ والنبي صحيح يا دكتور ابني عايش؟ ايوه، لازم اجيب له اسعاف فورا. اسعاف ايه؟ انت مصدقه الكلام ده يا اما؟ انت هتقفلم علينا ولا ايه؟ هو انت فاكر نفسك عشان انت متعلم واحنا جاهلين مش هنبقى فاهمين حاجه؟ لا ده انا طياره وهي فاهمه. يا عم الطيار مين وفاهمه مين؟ بقول لك اخوك عايش، عايزين نلحقه. فوق بقى. ما تبس يا ولا بقى، بيقول لك اخوك عايش. يا اما اخويا نزيه مش عايش. يا اخويا فوق من اللي انت فيه، اخوك عايش وان شاء الله عايش ليه تحصله. النبي يا اخويا ابني عايش. هو ايه اللي بيحصل؟ لا مفيش، الدكتور بس واخدينه رهينه بس. تمام، هيطلع سليم يعني. دكتور مين؟ زينهم؟ جيمي زينهم ده ولا هو انت جايه له؟ ايوه انا جميله، عماله اكلمه مش بيرد. جميله ازيك؟ انا جيمي المساعد، الدكتور المساعد ليه. معرفش كان الدكتور حكى لك عني ولا لا. لا مش فاكره بصراحه. طيب هو جوه ومعاه واحد رافع عليه مشرط. رافع عليه مشرط؟ وبتقولها عادي كده؟ لا ما تلاقيش، اصل هو في واحد دخل وقال لك مش هتشرح اخويا ورفع السلاح كده، فدكتور زينهم اول ما عرف قال لك سيبه لي انا هخش له. وبعدين؟ وهو لسه جوه. بس ما على فكره اول ما الدكتور دخل كان لازم تشوفي منظر الواد، كان بيترعش. اصل دكتور زينهم عليه هيبه كده تتوصفش. ايوه بس هو لسه ما خرجش، فرض ان دلوقتي عمل فيه حاجه. لا لا انسي الكلام ده، هو بيعمل فيه حاجة؟ هتلاقي دكتور زينهم خارج دلوقتي وفي الواد متكتف. ايه؟ سوري بعد اذنك. استنى رنا، هو احنا نتكلم كده بنروح نتفرج. جيمي انا اسفه جدا، انا لازم اتحرك، جالي مكالمه شغل مهمه قوي، يعني كان نفسي احضر معاك الاكشن ده بس مش هعرف. لا لا خالص، انا اللي اسف، ما عرفتش اقعد معاكي ونتكلم. مفيش مشكله عادي، يعني انا اكيد مش متوقعه ان انت كنت هتقعد معايا والقلق ده حاصل، بس هتحكي لي كل حاجه بعد كده. اوكي اكيد هنتكلم. اكيد يلا باي. سي يو. حاضر. انا مش سامع حاجه خالص يا دكتور. ولا انا سامع حاجه يا امي. النبض موجود بس خفيف، لازم نلحقه قبل ما يموت. ممكن نلحقه بقى بعد اذنكم؟ ما تصدقوش يا ام، هو اخويا قدامك اهو وقاطع نفس. طب وحياه عيالك؟ وحياه عيالك يا دكتور، انا ابني عايش. والله العظيم يا حاج عايش لحد دلوقتي، لسه عايش. بس العبط اللي بيحصل ده ما اعرفش افضل عايش لحد امتى. انا كده عملت اللي عليا واخوك مش هيتشرح. انا ماشي. تخرج فين؟ هو دخول حمام زي خروجه يا عم. الحمام ايه وخروج ايه ودخول ايه؟ متخلف انت. بقول لك اخوك عايش، عايزين نلحقه. طب ما تكمل جميلك والنبي يا دكتور ونودي الواد الغلبان ده المستشفى. يا ست ما انا رايح اجيب الاسعاف، خليه يسيبني بقى. ما اموت نفسي، اموت نفسي وتسلموني والحكومه اللي بره دي. يا عم طب اقول لك على حاجه، شايف المعمل ده؟ هتلاقي فيه شباك. نط منه هتلاقي سلم حديد، هرميك ورا المشرحه وتصرف بعدها. طب افرض ان هما واقفين بره مستنيني عشان يكملوني. يا عم اخلص بقى، عايزين نلحق اخوك. يلا اجري. السلم اللي ايوه هتلاقي سلم حديد. يلا لسه عايشه، عاوز عربيه اسعاف بسرعه. بركاتك يا مولانا، دكتور المشرحه صحه الميت على ايديه، ده مبروك. الله اكبر الله اكبر. عربيه اسعاف بسرعه عند المشرحه، في جثه صحيت هنا.